أرض تعادل الذهب في ناحية تازا جنوب شرقي كركوك، تم التبرع بها كصدقة جارية لإنشاء مستشفى العزل الصحي لمصابي كورونا، وتقدر مساحتها ب 2700 متر مربع، ليثبت المواطن إنه الأحرص على بناء وطنه وخدمة مواطنيه. مشكورين أهالي ناحية تازا وعلى رأسهم سماحة الشيوخ معتمدي المرجعية، السادة والشيوخ معتمدي المرجعية والوجهاء والميسورين من تبرعوا بهذه الأرض وتبرعوا بالأموال لبنائه، مرة أخرى يثبت الشعب بأنه هو الأحرص على بناء وطنه وخدمة مواطنيه. فيروس كورونا الذي هاجم عصام وعائلته فتمكن الأخير من قهر المرض وتماثل للشفاء، ففرضت عليه إنسانيته أن يساعد في قتل الوباء ويوفر للمصابين مكانا علّه يساعد في شفائهم. كنت مصاب بمرض فيروس كورونا، أنا وعائلتي عانينا ما عانينا أكثر من 10 أيام، كل لحظة كان لنا موت محقق، والحمد لله تشافينا، ومن هذه المعاناة كان لديهم المنطقة لديهم نية لبناء مستشفى عزلي في المنطقة، فأنا تبرعت هذه القطعة صدقة جارية للمنطقة ولأهل كركوك جميعا. سيتم بناءها على مساحة أرض 2700 متر مربع وتحتوي على 138 سرير، وكذلك غرف خاصة للكادر الصحي وردهة طوارئ نسائي ورجالي بكلفة تقدر ب 275 مليون دينار عراقي، تكفل بها الأهالي لإنجاز مشروع مستشفى العزل الوبائي بسعة 138 سرير. نداء الإنسانية يتلخص هنا، فالتبرع بقطعة أرض من قبل المواطن لأخيه المواطن لاغيا كل مسميات التسيس القومية والطائفية لتسمو لغة الحب والتفاني في مدينة التآخي. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.